عم نتابع فقراتنا. محطتنا التالية لليوم رح بتكون مع كندا يلي انضمت لنا وأصدقاء لاكي بامبو. صباح الخير. صباح النور. أصدقائك الصغار مهضومين كثير. لازم يكونوا أصدقاء الكل. تيضل الحظ صديق الكل كمان. عندي أصدقاء أنا بيشبهون وصار لهم فترة الحمد لله الحمد لله بتعلق لهم خرزة زرقاء ماشي حالهم. خي كثير منيح. لاكي بامبو اليوم حبيت نحكي عنه لأنه هيك بركي إنه الناس كلها بالعيد بفرصة العيد وحلو دائما نلاقي هيك مطرح نقدر إنه نتفائل فيه. وهيدي نبتة عادة كتير ناس مش ضروري تكون دايما بتأمني بقصص بس لا. هيك انا مثلا بتفائل فيها انه بتعطيك لا شعوريا هيك شعور حلو. هلا طبعا هي في وراها كتير فلسفة وقصص ومعتقدات. بتقول ايه في ناس بتقول لا يعني مزبوط. انا بالنسبه لإلي حيلا لمسه خضره بالبيت اكيد طبعًا. اكيد بتجيب هيك لمسه فرح اذا شيء بتحسسك بشيء مرتاحه فيه بقلب البيت. فكيف اذا كانت هي اسمها لاكي بامبو بتصيري انت بتحبي انه تطلعي فيها وتحطيها بالبيت. طبعا ما بدي ارجع عيد القصه بس هي كثير في معتقدات حوالين اللاكي بامبو يلي هي عاده بالفلسفه في الصينية اللي في بعض العناصر بقلب البيت تقدر يكون عندها البوزيتيف انرجي او الطاقة الايجابية. واحدة منهم هي هالنبتة يلي اذا بدنا نحكي بشكل علمي هي منا بامبو يعني هي منا من عائلة البامبو هي من عائلة الدراسينا. بنسميها بامبو لانه بتضل بشكل هالشكل القصبي اللي هي لونها اخضر بتيجي لوحدها يعني بنقدر انه نفرغها من الوراق تبعولها بتقدر انه تطول كثير. اكيد شايفين اللاكي بامبو باشكال مختلفه بتقدر تكون بشكل رسور بتقدر تكون بشكل قصب عادي وبتقدر تكون بهالاشكال يلي هي صغيرة. مثل الشجره واللي هي اكثر الشكل الاساسي يلي كانت موجوده فيه الشكل يلي بتعتمد عليه الفلسفه الصينيه الفنكشوي بالتحديد. هلا دائما وقت بيكون في عندي لاكي بامبو بحسب هالفلسفه هيدي كمان لازم يكونوا شو ما كان الاصبات شكلهم لازم يكونوا برقم مفرد 3 5 7 اوكي 3 5 11 كل ما اكيد تكبر هذا بحسب هالمعتقد انه هالارقام هي اللي بتبقى محظوظه اكثر من الارقام المجوزه. مع انه انا كثير بامن انه الحياه 2 2 كل شغله 2 احلى ايه. بس هن دائما بيعتقدوا هيك الله خلقنا ايتين وعين تين ما هيك مظبوط. بس هن بيعتقدوا انه دائما الارقام المفرده هي يلي بتجيب الحظ اكثر مشان هيك اذا بتعديهم دائما بتلاقي انه العدد المفرد منه مجوز لحتى يكون عن جد لاكي ولحتى عن جد يجيب الحظ. وحتى اذا كان عندنا قصب بقلب الفاز طوال بنزرعهم بالمي دائما جربوا انه يكونوا الاعداد مفرده بيكون افضل. هلا اللاكي بامبو نحن بنعرف انه عاده بتنزرع بالمي منا بالتراب وفي يعني في بتلاقيها ايام ببو صغير مزروعين بالتراب. دائما بيسالوني فينا ننقل هي لهون او التراب على المي او بالعكس او شو لازم انه نعمل. يلي مزروع بالمي بيضل بالمي ويلي مزروع بالتراب بيضل بالتراب. مثل اي نبته ثانيه وقتها بيكون نبته معوده انها تعيش بالمي لوقت معين ما بتقدر ترجع تنقليها على التراب. بيكونوا صاروا الشروش تبعولها طراية بتشوفيهم لونهم ابيض ما بقى هون على سود سمر وبيكونوا معودين يعيشوا بالمي. بعد وقت معين ما بتقدري ترجعي تعملي لهم ادابتيشن او تطبيع لحتى تعيش بال والعكس صحيح يلي عيشوا بالتراب ما فيك ترجعي تنقليها على المي. والاثنين بيقدروا يعيشوا كثير منيح عشرت كل مره نعرف شو الاحتياجات الصحيحه. هون عم نشوف يلي هي منا قصبه وحده مثل ما قلت
لك قبل غادة بشكل شجرة، وهيدي الشجرة هي يلي شوي بتشبه إذا بدك البونزاي يلي دايما لازم ننتبه لها ونخليها صغيرة ونشحلها ونضل مينيم يعني، ولازم نضل نهتم فيها. وهيدا يلي بيجيب لك الحظ، يعني بس تبلش تصفر بدك تنتبهي، معناتها في شيء منه مزبوط انت بتصرفك، ضبط التصرف مش بس تجاه الشجرة أو الخضار، يعني تجاه كل شيء بالحياة. هو بيكون مثل انذار للشخص انه انتبه في اشياء بركة منا كتير متوازنة بحياتك، جرب انه ضبطها، هي اللي بتعطي انذار. هون نفس الشيء، اذا بدنا نتبع ياي يا غادة، اذا بدي اتبع هيدي الفلسفه واتبع انت وايدك الخضراء بدها تصفر دغري من ثاني يوم، ما حدا يتكل علي، بدك تضبطيها بحياتك. ما حدا يتكل علي بليز. بس اخبرك شغله، اللاكي بامبويا اللي عندي بالبيت كانوا ثلاثه، قضيت بس على وحده يعني. بس اثنين بعدهم يعني صار لهم شي سنه واكثر ماشي حالهم. اوكي هلا رح اقول لك، فينا لاكي لازم تخليهم على القليل ثلاث سنين. ثلاث سنين يعني ثلاث سنين هيدا المتوسط العمر يلي هي عمرها بتضل هالقد عايشة. بس انا عندي اياهم بالتراب مش بمي. اوكي كمان بيقدروا يعيشوا كثير منيح. فاذا هيدي اذا كان عندنا اياها بشكل شجره ننتبه انه خليها عايشة منيح. وعاده المشكله اللي بيصير فيها انه ممكن وحده من العصابات تصفر، وساعتها بيصير المنظر منه كثير حلو. اذا شلتيها رح يصير في فراغ، واذا ما شلتيها رح يكون في اصفرار، بدنا ننتبه. فمن البدايه دائما نجرب اول شيء ما نحط كميه مي كبيره. هلا هون ما ضروري انه نغير المي، لانه عم نحكي عن صحن كثير فايش. يعني انا يلي بدي اياه هو انه دائما يكون في كميه صغيره من المي، بس انتبه اذا نشفت نرجع نسقيها عن جديد. بهالطريقه بكون ماني مضطره انه غير مي، وما بتلحق المي انها تعفن او يصير في عندي اي مشاكل فيها. بتلاحظي دائما بيحطوا سفنجه حوالين هاللاكي بامبو لسببين، اول شيء لحتى تضل الرطوبه بقلب الصحن، ولحتى تقدر انه تهدي كمان هالعصابات بشكل افضل. هلا ايام ثانيه وقت اللي بيصير في عندي اصفرار، ممكن يصير في اصفرار او بالقصب او بالورق. بالورق اهين، لانه بالورق بنشيلهم لهالوراق، بس أوكي. عاده وقتها بيصير في اصفرار بالورق بيكون السبب هو او قله مي او قله تغذيه، يعني بيكون قله مي قله ضوء. بس يكون في عندي قله ضوء ممكن يصير في اصفرار بالورق، بصير لونهم اول شيء فاتح بعدين بيصفروا كلهم سوا. او اذا في عندي قله تغذيه كمان ممكن يصير هيدا الشيء. بينما الاصفرار بالقصبة بالتيج تبعولها هو عادة بيصير في عفونة بالشرش تبعها، في عندي غلط بالشرش. ساعتها إذا كان عم نحكي عن الشجرة يلي هي مثل ما هون شايفينها، الحل هو انه اسحبها. بقدر اني اسحبها، رح اجرب اسحب لكم وحدة هيك بس شوي لتشوفي كيف. كتير شدينهم منيح، ما بتنسحب كتير. اوكي لحتى تزبط مزبوط، بس نقدر انه ساعتها نسحب وحده منهم ونشيلها. اذا كان عندي هون مزروعين او محطوطين بالفاز، بنقدر انه نقص الطرف، هالطرف يلي هو بقلب المي بيقدر انه ينقص، بنشيل لحديد ما نوصل على عقده. عم نشوف نحن اللاكي بامبو كيف بين كل مرحلة وتانية في عندي مثل مقسمة لأقسام هيك بشكل أفقي، هيدي بنسميها العقدة. فإذا على تحت الشرش تبعولها رح شيلها من هون، أوكي؟ هيدول الشروش تبعول اللاكي بامبو تبعولي. بتشوفي هلا ما في مي بقلب الصحن، بس بعد السفنجة مرطبة، وهيدا الشيء اللي بخليها رطبة من تحت. هون عم تشوفي الشروش كلهم صحتهم كثير منيحة، مشان هيك ما في عندي اصفرار ابدا. اذا كان صار في عندي اصفرار بلش من تحت من الكعب، معناتها في عندي مشكل بالشوش، معناتها ما عم بفوت المي مزبوط، مش عم بفوت الغذاء مزبوط كمان. الحل هو اني قص هالطرف يلي هو تحت. بدي قص هيدي عقدة، اوكي؟ هيدي كانت بالمي، ساعتها بدي قص لاوصل لعقدة نظيفة حلوة تكون، خليها هي هون، اوكي؟ لحتى هيدي العقدة تصير بقلب المي. بس تصير بقلب المي لأنها بالمي بتصير بتعطيني شروش، أوكي؟
بتصير هي اللي بتعطيني جذور وهي اللي بتخلي النبتة تقدر تعيش عن جديد. هلا إذا كان عم نحكي عن لاكي بامبو بقلب الفاز، دايما بنصح انه نغير المي تبعولها، نغير المي تبعولها لحتى تضل نظيفه. قديش بنغير المي؟ بس نحن نشوفها دايما زرعوها بفاز ترانسبيرون. مشان هيك ترانسبيرون حتى نشوف اكثر، يكون شفاف. هلا اذا حبينا انه لا بدنا بصير في صعوبه اكثر انه نقدر نشوف المي، اذا شفنا انه تغير لونها لازم اكيد انه نصحح بانه نغير المي عاده مره كل 10 ايام، هذا هو الوقت الافضل. هلا منغزل لاكي بامبو بقلب المي، بنقدر انه نغذيها بقلب المي. بنحط قديش بنحط مغذيات سائله لنباتاتنا عاده؟ النبات الاخضر فينا نحط نص الكميه بقلب المي لحتى نقدر انه نغذيها بشكل صحيح، خاصه بالوقت يلي بتنمى فيه. بس نحط مغذيات بتصير بتعطيني الورق يلي عم تعطيني اياهم بصيروا اكبر، وهذا شيء طبيعي لانه بتصير عم تنمى بشكل هلا حلو هيك. اذا كانت يعني من لحالها تيجي طويله، طالما عم نحكي عن شجر زغطوره مزبوط، الافضل انه بس نحافظ عليها، خلي الورق صغار مثل ما هي. والمي اللي بدنا نستعملها قد ما فينا تكون، لانها كميه صغيره، تكون مي نظيفه، تكون منا ميه الحنفيه. اذا بنقدر نستعمل ميه شرب لهالكميه الصغيره بيكون افضل، اذا لا ميه الحنفيه. بس نجرب انه نرقدها قبل بنهار لحتى الكلس يلي موجود فيها يضل بكعب المي، ونرجع نستعملها ثاني نهار بنكون نظفناها من كل الترسبات يلي ممكن انها تكون موجوده. مثل ما قلنا متوسط عمر اللاكي بامبو بين 3 ل 5 سنين بتقدر انها تضل. صعبتيها هلا كانت 3. لا 3 هي المينيموم. يا عم صعبي علي. بس كمان بدي اقول انه في ايام نشتريها من المشتل ما بتكون بكامل صحتها، فمش هيك ننتبه وقت ما بيكون لها وقت وهيك كمان هدول بدنا يعني نشيلهم من العمر اللي مزبوط. هي عندنا. شفتي لقيت لك اعذر، مخرج دائما في مخرج للقصص. فعادة لازم انها تضاين هالوقت. واكثر من هيك بيكون كثير منيح، لانه كمان كثير اشخاص بيقولوا لي انه ماتت، مع انه انا كثير عم بهتم فيها. مزبوط، لانه في انواع بعدين كمان تبولا بدك تعتبري شوي بتشبه الفلور كوبي يلي عندها عمر بقلب الفاز يلي هي بالنتيجة اسبوع او 10 ايام للزهور يلي كثير بتضاين 10 ايام وبعدين خلص. هون لا، وير لاكي انه بنقدر نخليها بين 3 ل 5 سنين وايام اكثر حسب قديش الاهتمام. يعني ايه يعني تعتبر منا هالنبتة يلي مشرشة ورايحة بالأرز صحيح. وإلى آخره وعم تكبر وهيك عم نحافظ عليها بشو بيقولوا في مثل الأمتار ما بعرف لي هو برمش العين برمش العين. رح نرجع نشوفك بخلال هالاسبوع ان شاء الله اكيد نهار الخميس ونحكي اكثر عن اشياء. هلا بلشت خلص الصيفيه وانطلقنا اكثر بموسمنا مع ارض وورد. ميرسي لك كندا، خليكم معنا مشاهدينا كمان مره ناخذ بريك ونرجع منتابع.